النادي الاهلي برضو يمكن في اطار تسهيل حصول الاعضاء الجدد على عضويات النادي كشف الاستاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي رئيس لجنه العضويه عن نظام عمل اللجنه عن طريق الاونلاين في ناس بيتعذر وجودها في القاهره او في في مصر في الفتره الحاليه وقال ان النظام ده جاء للتيسير على المصريين المقيمين في الخارج تحديدا او الاشخاص اللي بتحول ظروفهم دون الحضور للنادي قال إن النظام الجديد هيتيح لأي واحد راغب في الانضمام لعائلة الأهلي وعضوية النادي استيفاء البيانات من خلال استمارة الاشتراك تسديد الرسوم إلكترونيا هيتم استقبال تلك البيانات عن طريق السيستم الخاص وتحديد موعد مناسب في خلال 48 ساعة لإجراء المقابلة الشخصية عبر برنامج زوم وقال الاستاذ طارق انديل ان نظام الاونلاين ساهم في اتاحه الفرصه لعدد كبير من المصريين المقيمين في السعوديه والبحرين وقطر والامارات وانجلترا الانضمام لعضويه النادي ولقت الفكره رواجا كبيرا بين المصريين العاملين في الخارج اللي ظروفهم تحول دون الحضور في الوقت الحالي والحصول على العضويه. خطوه مهمه وخطوه بتقول يعني التكنولوجيا م. بتسهل لك وتقرب لك المسافات، العالم بقى قرية صغيرة. أيوه. مش محتاج تتنقل من مكانك، ده في ناس كتير بتشتغل من بيوتها. مهي. يعني كلما زادت الرتبة أيوه. في الشركات الأجنبية قل الاحتياج انه يروح لمقر الشركة يوميا. آه. بيشتغل من مكتبه بيعمل مكتب, مكتب مجاز بطريقة محددة يقدر يتابع لو عنده عشر شركات يتابعها من البيت. مهي. إحنا دلوقتي بنلجأ إلى التكنولوجيا دي. وبنلجا الى استخدامها هي اتعملت عشان تستخدم <applause> فخطوه مهمه جدا وبتدل على ان دايما الاهلي بيحاول يسبق بخطوه